رفض وزير الداخلية طلب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار التحقيق مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في القضية بوصفه مدعا عليه. وأفادت المصادر أن رفض وزير الداخلية جاء بعد التشاور مع الدائرة القانونية في الوزارة من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. في هذا الإطار تعقد هيئة مكتب البرلمان اللبناني ولجنة الإدارة والعدل اجتماعا اليوم للبت في طلبات لرفع الحصانة عن 3 نواب تم الادعاء عليهم في القضية. ومن بيروت تنضم إلينا مراسلتنا جويس الحاج خوري. جويس، هل رشحت أي معلومات عن الأسباب أو المبررات أيضا التي استند إليها وزير الداخلية في رفضه التحقيق الآن مع مدير الأمن العام؟ وما ردود الفعل حول هذا القرار أيضا؟ نعم، في الواقع يقول وزير الداخلية أنه بما أن الشحنة التي وصلت تم وضع اليد عليها من قبل القضاء اللبناني، وبالتالي الأمن العام اللبناني ليس له أي علاقة أو ليست له أي مسؤولية في هذا الإطار، وبالتالي لا داعي لملاحقة المدير العام للأمن العام. ولكن في هذا الشق يرد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بالقول أنه إذا لم يكن للأمن العام اللبناني أي علاقة بهذا الأمر أو أي وصاية أو أي مسؤولية على هذه الشحنة، فلماذا لم يقم وزير الداخلية بطلب إخلاء سبيل الضابطين في الأمن العام اللذين تم توقيفهما طيلة هذه الفترة؟ كانا موقوفين وأدليا بمعطياته التي دفعت بقاضي التحقيق طارق البيطار إلى إصدار الاستنابة القضائية والادعاء على اللواء عباس إبراهيم، كما الادعاء على اللواء أنطوان صليبة مدير عام أمن الدولة، وعلى النواب الثلاثة غازي زعيتر، علي حسن خليل، ونهاد المشنوق. هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا تسلم اليوم القاضي البيطار الجواب الرسمي من وزير الداخلية، وعليه تم الاستعانة بطريق آخر للوصول إلى الاستماع للقاضي للواء عباس إبراهيم، وذلك من خلال الطلب إلى مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي غسان خوري بإعطاء الأذن بملاحقة والاستماع إلى اللواء عباس إبراهيم. لدى المحقق المدعي العام 15 يوما لكي يبت بهذا الطلب. في حال رفض الطلب، ما هو مسار القضية؟ ما التوقعات لمسار القضية؟ هل يمكن أن يستمر التحقيق في أن يتم استدعاء من يجب استدعائهم واستثناء الآخرين؟ كانت هناك جلسة سريعة لنا اليوم مع القاضي بيطار بعيدا عن الأعلام، وسألناه ماذا لو قرر القادة الأمنيون والقادة السياسيون عدم التجاوب مع هذا الطلب. يقول القاضي بيطار أنه مصر على المضي في التحقيق حتى نهايته، وفي حال لم يمثل هؤلاء أمامه ولم يستمع إليهم وإلى إفاداتهم فهو سيصدر قراره الظني، وسيذكر في هذا القرار الظني أنه طلب استدعاء مثلا اللواء عباس إبراهيم استنادا إلى المعطيات أو المعلومات التي اعترف بها الضابطين في الأمن العام فلان وفلان، وهذا هي المعطيات التي من خلالها قررنا الاستماع. وكذلك الأمر بالنسبة للواء صليبة وللنواب الذي تم طلب رفع الحصانة عنهم، سيذكر كل هذه المعطيات وسيضع هذه المعطيات أمام الرأي العام اللبناني ليكون للرأي العام اللبناني موقف ولتكون الحقيقة كاملة أمام هؤلاء. وبالتالي سوف ننتظر، هناك فترة وجيزة، لن يكون الوقت طويلا تحديدا فيما يتعلق بالقاضي عباس إبراهيم، لأن هناك مهلة 15 يوما لمعرفة ما إذا كان سيلبى طلب القاضي البيطار نعم أو لا. هذا من جهة. من جهة ثانية، اجتماع هيئة مكتب المجلس مع لجنة الإدارة والعدل أيضا انتهى اليوم بعدم رفع التوصية للبرلمان اللبناني برفع الحصانة عن النواب الثلاثة. تقول المعلومات ويقول المجتمعون بأنهم يحتاجون إلى مزيد من الأدلة لدراستها
البت في هذا الأمر. إذن سينتظر أيضا البرلمان اللبناني مزيد من المعطيات من القاضي البيطار للبت في هذا الموضوع. أختم بما يتعلق باللواء صليبة. تقول المعلومات أن وحدة المعايير في موضوع التحقيق هي الذي يجب اعتمادها، وبالتالي في حال عدم مثل اللواء إبراهيم، اللواء صليبة أيضا لم يمثل أمام القضاء رولا. ما زال الغموض يلف الموضوع. يبدو أن ارتدادات وتبعات انفجار مرفأ بيروت ستظل تعصف بلبنان إلى أمد غير معلوم. شكرا جزيلا لك جويس الحاج خوري.